الزرع ما يجيش فجأة وما يجيش متأخر، يكون من البداية، يكون حتى ابنك لما يجي تضربه أو تعاقبه على أي موضوع حاول انك تفهم انك عاقبته لمصلحته، وحاول انك انت تلتمس ليه العذر، وحاول انك تطبطب عليه، ما تزرعش البذره احنا نقولوا السوداء باش يكرهك في المستقبل. نفس القصه الاعتذار امام الابناء شيء مهم جدا، مثلا مره تعاقبت هي وراجلها وتصالح وتسامح قدام بعض وحتى تضبطوا بعض ما فيش اي عيب. انه دائما الاب والام هم القدوه أكيد للطفل او الابن. اكيد حتى مع الاقارب هذا شيء مهم. نعم. حتى المصالحه لما تصير في مشاكل كبيره بين الناس ما فيش اي باس انك رفعت عيلك او رفعت ولدك او بنتك، مشوا حضروا المصالحه هذه، تبني فيهم الحب ان هم يخوضوا التجارب زي هذه. القصص لها معاني كبيره زي ما اسلف الاستاذ بارك الله فيه، لما تلقى وقت فراغ قاع مزهدرز انت وصغارك. نعم. كيف نحل المشاكل، كيف صارت مشكله قبل، كيف كذا، تعطي الطفل افاق وتعطيه خيال اكثر انه يقدر يحل مشاكل تاعه في المستقبل. شيء رايح طبعا مهم طبعا. نعم.